بسم الله الرحمن الرحيم، رح نبلش الحديث عن السورتينج. بداية لما تسمع مصطلح سورتينج شو بخطر على بالك؟ أكيد بخطر على بالك ترتيب، سواء كان هذا الترتيب تصاعدي أو تنازلي، وإحنا رح نشوف أكثر من ألغوريثم لحل لي هاي المشكلة على أساس إنه أنا أقدر أعمل سورت لعناصر الأراي أو عناصر الليست، سواء كانت أراي أو كانت ليست. وأكيد زي ما بتعرف إنه السورت لا غنى عنه، بنتعامل معه في أغلب الأبلكيشن اللي ممكن نستخدمها ليساعدني في ترتيب العناصر. مش بس ترتيب عناصر، ممكن ان انا بدي اجيب الماكسيمم او المينيمم، فلما اعمل سورت راح اجيهم اول element واخر element. ممكن يساعدني السورت لما اجي اعمل سيرش على العناصر، وراح نشوف هذا الكلام بالتفصيل لقدام. وممكن يسهل علي السورت اني اكتشف الدوبلكيت element بسهوله، بحيث اذا كان في عندي تكرار في بيانات معينه لما اجي اعمل سورت راح يبين وين التكرار عندي، وممكن اني احذفه وبعدها بتصير عنده الرؤيه اوضح. راح ناخذ مجموعه من الالجوريثم على اساس تعمل لي عمليه السورتينج او الترتيب. طبعا كل الجوريثم راح ناخذه له ادفانتج وله ديس ادفانتج، وكل واحد فيهم له تايم كومبلكسيتي وله سبيس كومبلكسيتي. واكيد بعد ما اشوف هاي الالجوريثم انت بتعمل بيناتهم كومبير وبتاخذ الالجوريثم اللي بناسبك. على سبيل المثال اذا انت كنت مهتم بالسرعه ومش مهم المساحه بالنسبه لك، حتستخدم الالجوريثم السبيد تبعته كثير عاليه، وممكن انه يحتاج ليمشي بسرعه مساحه اكبر. وعلى عكسه يكون في عندك الجوريثم ما بتحجز مساحه وما بتحتاج لاكسترا سبيس، لكن سرعتها نوعا ما ابطا. بالاخر راح ناخذ مجموعه من الالجوريثم، انت تشوف الوضع المناسب لك وبتختار الالجوريثم اللي بتتماشى معك. حنبلش بالحديث عن اسهل الالجوريثم، بدايه بالسمبل لنوصل للكومبلكس، وان شاء الله الامور بتمشي بسهوله. اولا راح نتكلم عن اسهل الالجوريثم واللي هو ما بحتاج تفكير على اساس انا اعمل له امبلمنتيشن. راح نتكلم عن السلكشن سورت. من اسمه سلكشن يعني انا بدي اختار ايتم او اليمنت معين وراح اعمل فيه مجموعه من العمليات. طيب شو هو السلكشن سورت؟ هو عباره عن سمبل سورتنج الجوريثم بيشتغل على مبدا الان بليس كومباريزن، وراح نعرف شو معنى هاي الطريقه واحنا بنشرح. طبعا من مميزات هذا الالجوريثم انه زي ما حكينا ما بده تفكير ومناسب للاراي اللي حجمها بيكون نوعا ما صغير، ومن اهم ميزاته انه ما بحتاج لاكسترا سبيس، وراح نشوف سيئاته ان شاء الله واحنا ماشيين في هذا الالجوريثم. طبعا لنفترض انه عندنا مجموعه هاي العناصر واحنا بدنا نعمل لها السورتنج بناء على السلكشن سورت. كيف راح تتم العمليه؟ اولا بقول لك بالسلكشن سورت راح اروح انا اختار يا اما المينيمم يا اما الماكسيمم، وراح اعمل عليه مجموعه من العمليات. لو احنا كنا بدنا نرتب السندنج وهو الترتيب اللي بيكون باي ديفولت، انا لما اتكلم عن سورت باي ديفولت بدي اعمل سورتنج السندنج، وهذا اللي راح نعمله على هاي الليست او هاي الاراي. خلينا نشوف كيف الطريقه بتشتغل. اول شيء بقول لك اني راح احاول اعمل سيرش على المينيمم واروح احطه في اول مكان في هاي الليست. معناته من البديهي ان انا اروح اعرف متغير افترض انه هو المينيمم واعطيه قيمه اول عنصر واللي هو ال 60، وهسه راح ابلش اعمل الكومباريزن تبعتي. اذا كان في element اقل من ال 60 راح يروح يتخزن في المينيمم، واذا كان في اقل من المتغير راح يتخزن في المينيمم راح اروح اخزنه هو، وهكذا. انيشيالي راح يكون المينيمم عندي ب 60، وراح ابلش اقارن هاي ال 60 بباقي عناصر الليست. اذا لقيت element اقل منها راح اشيل ال 60 واحطه بداله. خلينا نقارن، هل ال 40 اقل من ال 60؟ اقل من ال 60 معناته راح تتخزن ال 40 بالمينيمم. هل ال 50 اقل من ال 40؟ لا مش اقل، معناته المينيمم راح تضل 40. راح امشي راح الاقي ال 30 هي المينيمم، راح اشيل ال 40 واخزن ال 30 بدالها. امشي الاقي ال 10 راح اخزن ال 10 بدالها. امشي الاقي ال 20 ما راح اعمل اي تغيير، معناته بالنهايه بلاقي انه المينيمم صار عندي كم؟ صار 10. في هاي الحاله بمسك ال 10 هاي وبعمل بيناتها وبين ال 60 سواب، بمعنى انه الليست بعد عمليه السواب راح يكون اول شيء فيها 10، وبدل هاي ال 10 اللي كانت في الاندكس الرابع راح يروح يتخزن بدالها 60. وفي الواقع هذا كان اول باس. هاي العمليات اللي احنا عملناها بنسميها باس، وهذا كان اول باس. راح نضلنا نكرر مجموعه الباس هاي لنوصل انه الليست تكون عندي سورتد. طيب الخطوه اللي بعدها راح اكرر نفس الخطوات، لكن زي ما انت انتبهت انه ما في داعي اني اكرر الخطوات من عند اول اندكس، كونه خلاص باي ديفولت صار عندي سورتد. معناته من وين راح ابلش؟ معناته راح امسك باقي عناصر الليست، واول عنصر خلص انا حطيته في مكانه الصحيح وما في داعي اني اعمل عمليه كومبارزن عليه. راح امسك باقي العناصر وانيشيالي راح افترض انه المينيمم عباره عن 40 وبلش اعمل له كومبارزن مع باقي العناصر. حاليا بسال هل ال 50 اقل من ال 40؟ لا، معناته راح يضلوا المينيمم 40. بمشي قدام شوي بسال هل ال 40 اقل من ال 30؟ بلاقي الاجابه لا، معناته راح ابدل المينيمم بدل ما كان 40 راح احط بداله 30. هسه راح اعمل كومبير، هل ال 30 اقل من ال 60؟ اذا هي اقل خلاص راح تضل 30، وما راح اعمل عمليه تغيير على المينيمم. امشي لقدام شوي بلاقي ال 20،
هل ال 20 اقل من ال 30؟ اه اقل، معناته خلاص المينيمم راح يكون عندي كم؟ راح يكون عندي 20. طيب في هاي الحاله شو بدي اعمل بعد ما لقيت المينيمم؟ راح اعمل بينه وبين اول اندكس سواب، بمعنى انه راح يروح يترتب بدل ال 40 اللي انا بلشت من عندها، لتصير عندي الليست بهذا المنظر. اول تو اليمنت عندي صاروا 10 و20، ولاحظ مكان ال 20 كان 40، وال 40 راحت بدل ال 20 اللي كانت موجوده في اخر اندكس. لاحظ اول تو اليمنت عندي صاروا سورتد، معناته ما في داعي اني ابلش البحث على المينيمم من عند هذول التو اليمنت. من وين ببلش؟ بمسك هذا الجزء من الليست وبلش اعيد عليه نفس الخطوات. انيشيالي راح يكون المينيمم 50 وراح ابلش اعمل الكومبارزن. هل ال 50 اقل من ال 30؟ لا، معناته راح اشيل ال 50 وراح اخزن بدلها 30، راح يصير عندي المينيمم 30. ابلش اقارن، هل ال 30 اقل من ال 60؟ اه ما راح اعمل شيء. هل ال 30 اقل من ال 40؟ اه معناته ما راح اغير عليها. وبالاخير راح اعمل سواب بين الاندكس اللي انا بلشت عنده اللي هو 50 مع المينيمم اللي طلعته واللي هي 30، بصير عندي اللاست بهذا المنظر. بعد هيك بعد ما صار اول ثلاث عناصر عندي سورتد، وين راح ابلش؟ راح امسك الرايت موست. شو بقصد انا بالرايت موست؟ بعد ما طلعت عند الصوره صارت الاراي او اللاست زي كانها انقسمت لقسمين، قسم هو انسورتد وقسم سورتد، والقسم السورتد راح يكون على الليفت موست، اما الانسورتد راح يكون على الرايت موست. معناته انا راح اروح على الرايت موست وانيشيالي برضه راح امسك ال 50 وابلش اعمل الكومبارزن. هل 50 اقل من 60؟ لا ما راح اعمل سواب، راح اروح عند ال 40. هل ال 40 اقل من 50؟ اه معناته روح اعمل سواب. اعمل سواب بين منه مين؟ بين الاندكس اللي انت بلشت من عنده اللي هو اندكس 3 مع المينيمم اللي هو ال 40، بتصير عند الاراي في هالشكل. وحاليا شو اللي ضل؟ ضل عند ال 50 وال 60، برضه نفس الخطوات. انيشيالي 60 راح اروح اطلع المينيمم، المينيمم راح نلاقيه 50، معناته راح نعمل سواب بين الاندكس اللي بلشنا من عنده والاندكس اللي لقينا عنده المينيمم. اعمل سواب بين 50 وال 60، لاحظ بتصير عندك الاراي سورتد. لكن هذا الالجوريثم احنا اتفقنا انه ما راح يفكر، معناته راح يمسك برضه ال 60 ويبلش يقارنها مع نفسها، لكن احنا المفروض اننا نمنع هذا الكلام. ولما نبني الالجوريثم اخر اندكس احنا ما في داعي نطبق عليه الشروط، كونه الليست او الاراي بتكون عباره عن سورتد. طيب شو الكومبلكسيتي لهذا الالجوريثم؟ اللي بهمنا الافرج كيس والورست كيس راح يكونوا ان سكوير، اما السبيس كومبلكسيتي ما بحتاج لاكسترا سبيس، معناته راح تكون السبيس كومبلكسيتي عباره عن كونستانت بيجو اوف 1. وهي من احد المميزات القويه للسلكشن سورت انه ما بحتاج اكسترا سبيس، لكن زي ما انت شايف راح يكون بطيء في عمليه البحث كونه الكومبلكسيتي اللي له في الورست والافرج بيج او اند سكوير. طيب متى استخدم هذا الالجوريثم كونه الكومبلكسيتي تبعته من ناحيه التايم تاخذ وقت وبطيئه؟ بستخدمه في حال كان حجم الاراي عندي بسيط او قليل، ما في داعي ان انا استدعي مثلا الجوريثم كومبلكس، او انا ما بعرف اعمل امبلمنتيشن لكومبلكس الجوريثم، وهذا الالجوريثم الكومبلكس ممكن انه يحتاج سبيس وانا بتهمني السبيس، فبروح بستخدم الجوريثم مثل السلكشن سورت، ممكن انه ينفعني في هاي الحالات. ولما تكلمنا عنه وحكينا انه in place comparison، هذا التصنيف معناته انه هذا الالجوريثم ما راح يستهلك سبيس زياده بالميموري. طيب شو بالنسبه للكود؟ كيف احنا راح نكتب الكود؟ خلينا نشوف. مبدئيا راح نعمل فانكشن سميناها سلكشن سورت، طبعا ممكن انت تعمل امبلمنتيشن داخل المين مباشره، لكن احنا فضلنا انه تتم الشغل داخل فانكشن. هذا الفانكشن راح يستقبل تو باراميتر، الباراميتر الاول هو عباره عن الاراي او الليست، والباراميتر الثاني راح يعلن عن سايز الاراي. وعلى سبيل المثال راح نمسك نفس الليست اللي تعاملنا معاها قبل شوي ونشوف كيف الخطوات تمت. اول شيء انا بحاجه اني اطلع المينيمم من جميع عناصر الليست. كيف انا ممكن اطلع المينيمم؟ لاحظ هون اول شيء عرفت متغير على اساس نفترض انه هو المينيمم. طيب كيف العمليه بتتم؟ احنا اتفقنا انه راح نمر على جميع عناصر الليست، واخر عنصر ما راح نمر عليه لانه اصلا اوريدي راح يكون سورتد. معناته راح نبلش فور لوب، تبلش من عند الزيرو، مش لعند اقل من الان، لا لعند اقل من الان ماينس 1، لانه اخر عنصر فيش داعي ان اعمله تشيك. وحكينا الميد اندكس يساوي الاي، الاي كم قيمتها؟ قيمتها بزيرو، معناته انا جبت الاندكس اللي واقف عنده ال 60، وهسه راح ابعت هذا الاندكس الاراي وراح ابلش اقارن بجميع عناصر الاراي. معناته داخل النستد فور لوب على اساس نقارن بين ال 60 مع باقي العناصر، بلشنا كاونتر، هذا الكاونتر ماخذ قيمه الاي بلس 1. ليش اي بلس 1؟ في اللفه الاولى راح تكون قيمه الاي لاحظ بزيرو، وكونها بزيرو وانا ماخذ ال 60 اللي هو اول عنصر ما في داعي ان اعمل تشيك عليه، انا راح اقارن ال 60 هاي بباقي عناصر الاراي لاطلع منها المينيمم، وقيمتي الجاي راح تكون اقل من n.
طيب هون راح اعمل تشيك بسيط، اقول له اذا كان الاي ار اوف الجي، طيب الجي كم قيمتها؟ الجي كانت 0 زائد 1، 0 زائد 1 معناته انا واقف عند الاندكس 1. مين هو الاندكس 1؟ هو عباره عن ال 40. هل هو اقل من الاي ار اوف الميد اندكس؟ كم بالميد اندكس؟ الميد اندكس لاحظ ماخذ قيمته من الاي، كم قيمة الاي هون؟ كانت 0. معناته لما اقول الار ار اوف الميد اندكس زي كاني بقول الار ار اوف الزيرو، كم الار ار اوف الزيرو؟ عبارة عن 60. فهسه الصورة وضحت، هل الار ار اوف الجي اللي هو عند الاندكس 1 اللي هو 40 هل هو اقل من ال 60؟ اذا هو اقل من ال 60 معناته المينيمم مش ال 60، راح يصير بدالها ال 40، وهذا اللي راح يتم، وراح تضل هاي الفور لوب شغاله لبين ما تطلع المينيمم من هاي الاري، لانه باللفه الثانيه راح تزيد على قيمه الجي، بدل ما كانت 1 لا قيمه الجي راح تصير 2، معناته راح اوقف هون، راح اعمل كومبارزن بين ال 50 وبين ال 40. لو كان العنصر اللي واقف عليه اللي هو ال 50 اقل من ال 40 راح يعمل سواب، غير هيك ما راح يعمل. بعدها راح ينتقل ليعمل كومبارزن مع ال 40 وال 30. هل العنصر اللي واقف عليه حاليا اللي هو ال 30 هل هو اقل من ال 40؟ معناته اعمل عمليه السواب، وبما اني عملت عمليه السواب راح يتبدل هذا الاندكس، بدل ما كان واقف عند الاندكس اللي باشر على 40 لا راح يصير واقف على نفس الاندكس اللي جواته ال 30 واللي هو الاندكس 3، وراح تضل هاي العمليه ماشيه زي ما شفنا في المثال عبين بالاخر لاوصل انه المين اندكس صار واقف وين؟ صار واقف عند العشرة، يعني في الاندكس الرابع، يعني قيمة المين اندكس راح تصير 4، وقيمة الجي راح تكون واصل لآخرها واللي هي 5. بعد ما ضمنت انه صار معي المينيمم في هاي الحالة راح اعمل سواب، سواب بين مين ومين؟ سواب بين اول عنصر اللي هو كم؟ اللي هو بالارر اوف الاي. طب كم قيمة الاي؟ لسه قيمة الاي عبارة عن 0، لسه ما زادت. مع مين بدك تعمل له سواب؟ مع المينيمم اللي انت طلعته، يعني بدك تعمل سواب مع الارر اوف الاي اللي هي 60 مع المينيمم اللي طلعته واللي هو العشرة، كونك ضمنت انه قيمة المين اندكس صارت واقفة عند الاربعة. في هاي الحالة شو راح تعمل؟ راح تروح تعمل سواب. ولاحظ انا هون استدعيت فانكشن السواب الجاهز في اللغة، ممكن انه يتعرف مباشرة عندك على البرنامج، ممكن انه ما يحتاج لهيدر على اساس نعرف هذا البيلت ان فانكشن، واذا اعطاك ايرور ممكن انك تضمن المكتبة اللي بسموها الجوريثم. طيب تقول لي انا ما بدي اشتغل على فانكشن سواب جاهز، ايش اعمل؟ اقول لك بكل بساطة ممكن تحت شوي تيجي تعرف فانكشن تسميه سواب، تفصيله تو باراميتر، وهذول التو باراميتر باي ريفرنس باي ريفرنس على اساس تضمن انه التغيير يتم كونك تتعامل مع سينجل اليمنت. انت بتقول لي الاري انا بعرف انها كول باي ريفرنس انه التغيير راح يتم، بقول لك هذا الكلام لما تتعامل مع الاري از اتز لما تاخذها كامله، لكن لما تتعامل مع سينجل فاليو نعملها معامله الكول باي فاليو. على اساس هيك انا بعتهم ريفرنس ريفرنس، وانت بتعرف هاي العمليه كيف بتتم فيش داعي الشرح. وبعد هيك ممكن انك تستدعي فانكشن السواب هاب بدل فانكشن السواب الجاهز. طيب الخلاصه من هذا الكلام انه ضمنت انه انا اعمل سورت للعناصر. خلينا نزيد كمان فانكشن برنت على اساس اطبع لي عناصر الاراي. كيف ممكن نطبع عناصر الاراي؟ عملنا فانكشن تستقبل تو باراميتر الاراي والسايز تبع هذا الاراي، فور لوب بتبلش من عند الزيرو لاقل من السايز ونطبع عناصر الاراي. طيب ننزل على المين، شو ممكن احنا نكون عاملين بالمين؟ لاحظ عرفنا اراي اعطيناها نفس العناصر، وممكن ان نيجي هون على فانكشن سيلكشن سورت نبعث له الاي ارات بالاضافه للسايز الخاص بهذا الاراي اللي هو عباره عن 6 element. لكن في طريقة أتوقع أخذناها في الدروس الماضية على أساس نجيب السايز الخاص بالأراي بدون ما نبعث المانيوال في هذا الشكل، إنه نعرف متغير، وهذا المتغير سميناه n. كيف ممكن إني أجيب السايز الخاص بهذا الأراي؟ على هاي القاعدة البسيطة اللي تم ذكرها في الدروس الماضية، إنه راح أجيب السايز الفعلي للأراي كاملة وقسمه على سايز element معين داخل هاي الأراي، وراح أروح هذا الكلام يجيب لي السايز الفعلي للأراي. يعني على سبيل المثال حجم هاي الأراي من العناصر فيها 6 عناصر، طيب كل عنصر كم بايت حاجز؟ 4 بايت. هذا الكلام حيعطيني 24، معناته حجم الاراي كامله كم؟ 24. طيب 24 راح نمسكها ونقسمها على كم؟ نقسمها على حجم عنصر من هاي الاراي. على سبيل المثال احنا اتفقنا انه العنصر الواحد من انتجر مثلا باخذ 4 بايت، 24 تقسيم 4 راح نلاقي النتيجه راح تعطيني 6. وهي الطريقه لاجيب فيها السايز الخاص بالاراي. طيب بعد هيك راح ابعث الاراي، راح ابعث السايز الخاص بهاي الاراي، وبعد هيك اطبع له المسج اراي افتر سلكشن سور، بنستدعي فانكشن برنت تبعت الاراي والسايز، نعمل ران ونشوف. لاحظ العناصر عندي سورتد. طيب افرض دخلنا عناصر بالسالب مثلا، هاي اعتبرها سالب 60، ومثلا هون حط 0 على سبيل المثال، نعمل ران من جديد.
راح حسبهم كانت الحسبة صحيحة. ممكن تشوف ناس تعمل implementation لل selection sort طريقة مغايرة، انه تعمل كل خطوة على حدة تحسب المينيمم فانكشن لحال، تلف على عناصر وتعمل لهم swap فانكشن لحال، يعني تتعدد عندك الطرق، لكن اهم شيء الفكرة تكون وصلتك كيف احنا اشتغلنا على طريقة ال selection sort. واخر شيء ممكن نشوفه اذا بدنا نعمل sort للعناصر descending مش ascending، شو بدك تعمل اذا بدك ترتب العناصر من الكبير للصغير؟ بكل بساطة تروح هون شو بتعمل، بدل ما كنت تطلع المينيمم لا بدك تطلع الماكس. طب كيف ممكن اخليها تطلع الماكسيمم؟ بكل بساطه نعكس الاشاره، نعمل ران راح تطلع لي اياهم ديسندنج من الكبير للصغير. الله يعطيكم الف عافيه، نشوفكم بالفيديو الجاي، السلام عليكم.